ولكن لابد وأن مخرج المباراة سيسعفنا بهذه اللقطة. لاحظ سعد الحارثي، طلال المشعل، لا يمكن الحكم. يبدو لي لا أوفسايد في الكرة الأخيرة، يبدو لي لا أوفسايد في الكرة الأخيرة، والتشاور بين حكم المباراة ومساعدة حيال الكرة الأخيرة. عموما لا أحكم وأدع الأمور القانونية لرجال القانون. هناك السيد محمد فودة هو الخبير القانوني طبعا في شبكة راديو وتلفزيون العرب، هو الإنسان القادر على تفنيد هذه الكرة. ما إذا كانت أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة، أو إن كانت هدف النصراوي صحيح. عموما أدع التعليق لكم مشاهدينا الكرام حيال هذه الكرة.